يسلموا دياتكم، كتر خيركم. ان شاء الله صحة وهنا. شرفتوا. كملي أكل قبل ما يجي حدا. رح ساوي برك كمان. خلص روح على شغلك. في شغلة لازم روح ساويها وبرجع فورا. أصلا المكان قريب. ما في داعي للعجل. رح شيل هدول من هون. هاتن لأغسلهم. أنت بلشي ساوي البرك. إن شاء الله ألف مبروك. شو جابك لهون؟ أجيت لحتى بارك لك بالمطعم. مصطفى روح من هون. وردة فاطمة. المفروض هالوردة إلي لحالي. يا حوينتا. خايفة مني؟ ليش لخاف منك؟ قلي ليش؟ قلت لك ما بدي أشوفك ولا بدي أشوف وشك. اشتقت كثير لطبخك. مصطفى قلت لك روح. قوم لشوف. انا مشتاق لك. قوم قبل ما نادي له لكريم. ايه نادي له. يلا نادي له. خليه يجي. مشان هالمرة اذبح لك يا قدامك. انت شو بدك مني؟ بتضايقنا؟ قلت لك يلي بناتنا انتهى، ليش ما بتفهم؟ لا ما بفهم. وكل ما بفكر بحكيك بتوتر. يلي بناتنا انتهى ليش بتتوتر؟ كنا مخطوبين وكنتي عم بتقابلي هداك الزلمه، يعني انت خنتيني. عم بتحاول تقنع حالك بهالشيء؟ بدك تقنع حالك انك ما شهدت زور ما؟ كنتي عم توعديه لهداك الواطي. بكفي مصطفى، خلصنا، كرمالك عم تنزل من عيني. ما في داعي تضايقني اكثر. روحي اجوكي زباين، استقبليهم. انا بدي وجبه برك. كاسة من العيران الطيب تبعك. بدك تروح ولا اطلب لك الشرطة؟ فاطمة روحي. مرحبا. اهلا وسهلا. الف مبروك، فينا نقعد؟ طبعا تفضلي. شكرا. تعا ابني. اقعد هون. مصطفى روح من هون الله يخليك، ما بدي مشاكل. ماني متحرك من هون. ناديله لجوزك. يلا ناديله. فاطمة شلونك؟ اهلا وسهلا. خليني فوت برجلي اليمين. بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله، شو حلو المطعم تبعكم. هذا من ذوقك. هي بتكون رفيقتي. انتوا جايين مع بعض؟ ايه. اهلا وسهلا فيكم. تسلمي. منى جارتي بالحارة، والله انا دائما بحكي لها عنك، لهيك اجت لتتعرف عليكي. يا اهلا وسهلا، تشرفت معرفتك. صار لي زمان حابة ازورك بس ما عم يصح لي، هالفترة كثير مشغولة، واليوم لقينا حالنا فاضيين انا ومنى، حملنا حالنا واجينا نزورك. تزوركم العافية، أهلا وسهلا فيكم. خدي حبيبتي هدول الوردات إلك. ليش عذبتي حالك؟ يسلموا دياتك. ما في شي، من قيمتك حبيبتي. هدية بسيطة، إن شاء الله تعجبك فاطمة. وجايبتي لي خرزة مشان العين؟ يسلموا دياتك. وردة فاطمة. حلو هالاسم ما هيك؟ إيه، كتير حلو والله. مطعم وردة فاطمة. انت اخترتي الاسم ولا كريم؟ اخترنا سوا. تفضلوا المنيو. بدي شوف شو بده الاخ هون لانه مستعجل.
لا لا ماني مستعجل ابدا، بعدين انا ماني غريب. يلا شوفي طلبات الخوانم بالاول. نحن مانا مستعجلين، خدي راحتك. عندن اصناف كثيره، معظمها من منطقتهم. وفاطمه نفسها حلو بالطبخ. انت اخوها؟ في شبه بيناتكم؟ لا انا من نفس ضيعه فاطمه. يعني جيران؟ يعني فيكي تقولي هيك، قربينا مع بعض. وكيفه جوزك؟ كان هون يوم الافتتاح بس ما قعد كتير. ايه مسكين، والشغل اخذ كل وقته، وهلأ استلم مشروع جديد بفلوريا، الله يعينه. حلو كتير. كيفه جوزك كريم؟ من يومتا ما شفته. حبيبي طلع مشوار، ان شاء الله ما بيتأخر. يجي بالسلامة. ان شاء الله ما يتأخر لأني كتير مشتاق له.